أنا تميت 15 يوم في المعتقل، يعني تم إطلاقي إطلاق سراحي في يوم الأحد. تم اقتيادي من السجن لحد القسم الشمالي، وتم تجديد بلاغ ضدي تحت المادة 26 تملك الذخيرة والأسلحة، اللي هم في أثناء المداهمة لقوا عدد من الرصاصات في الدرج بتاع السرير حقي يعني. وأنا أقريت بأنها هي حقتي يعني، لأنه أنا لعبة بتاعت رماية وشاركت بطلة بتاعت جمهورية، وكنت بشارك في عدد من المنافسات من 2008 إلى 2016، كانت آخر بطولة لي اللي هو قبل ما يحصل لي الحادث. وحتى في 2017 أنا شاركت كان في البطولة العربية للرماية يعني. ضرب باب الشارع ضرب شديد، تعاني مش افتحي الباب، لسه هي ما فتحت الباب، هم يدافعين دخلوا في باب الهول، هنا بيهزوا في باب الهول داير يدخل الاماني، قامت جات تفتح باب الهول قالت لي انت من اول حاجه، قال لها انا محمد عايزه اميره، قالت لها اميره انت كيف عايزه اميره، انت تدخلك هنا جوا حرم البيت شنو، انت مفروض تدق باب الشارع انا اجي افتح لك الباب وادخلك. هي ما تمت كلامها، شو اللي بيغادي قاعدنا الباب الغرفة دخلت بيه وبهنا ده داخلين يمكن أكثر من 10 رجال. الاعتقال تم في منتصف ليلة السبت يعني أو فجر الأحد. السبت كان يوم 22 يناير، صبيحة 23 يوم الأحد. تفاجأت بعدد من أفراد الملثمين يعني، داهموني في الغرفة في البيت يعني. منظر يعني صعب والله، الحمد لله. بس جاي دقوا بابا أميرة، دقوا في الباب، دارين أميرة عمل أماني، قالت لهم دقيقة أميرة في الحمام تجيكم مارقة. لا انتظر، كنت انتظر شوية، أنا عبد المأمور، قلت له عبد المأمور في شنو ما تنتظر دقائق، لا ما بنتظر أكتر من كده، جيب لنا ملاية نشيله في ملاية. قلت له شيله في ملاية، كيف تشيله في ملاية؟ زولة بتمشي برجلينها بعصاياتها، هي معاقة لكن بتمشي بعصاياتها زي العجب، ما بتحتاج تشيله في ملاية، وهي جاياك جاياك، ما في بيغادي، ما عندنا مدخل عشان هي تطلع بيه تشرد منك، وهي ما بتشرد، هي بتجيك، ونحن قاعدين حاسة انتوا زادكم اتفضلوا اقعدوا هنا في الكراسي، يعني ما خذوهم تقيفوا وشايلين عصايات وكلاشينكوف ونصايب كثيرة. وحصلت عدد من المشادات في الحاجة دي، وفي الآخر مشيت معاهم برا في الشارع، كانوا في عدد بتاع 3 بوكس تايوتا موديل السنة ما فيها نمر يعني. قلت انت حسا ما تكون يعني أميرة عملت شنو؟ قال لي مخدرات، مكافحة المخدرات. قلت المخدرات عجيبة، لكن وأنا جيت مرقة قلت أنا ما بخلي بنتي تمشي معاكم، أنتوا قريب ما 30 راجل، وديها وين؟ قال لي وديها السوق العربي، السوق العربي محل أمني هناك، ما قال أمنه، المهم في السوق العربي ماشيين نوديها هنا، تحقيقات بسيطة بس وبنجيبها لك والراجعة يا حاجة، ما تخاف. قلت له لا أنا ما بخلي إلا أمشي معاها. فبعد ذاك أنا طلعت يعني، حتى لما طلعت شفت الغوة وكمية التسليح فاحترت، قلت لهم يعني أنا متأكد إنه يعني أنا ما زول قدرتي، نفرين كانوا كافين لإنه أنا يتم إحضاري، أو ولا نفرين يعني ورقة بتاعت حضور، أنا كنت بكون حاضرة للجهة المفروض، لكن غوة قدرتي لي يعني أسامة بن لادن يعني، كنت خلي الإرهابية في جبرة لما مشيت لها ما أظن أكون حشدت ليها للدرجة دي. بعدين الشارع كله كان فاضي تماما، وبعديها سجن مدرمان طوالي يعني، لقيت روحي في سجن بنفس الليل ذاته يعني سجن مدرمان. فاستغربت انا صراحة من الحاجة دي، فقلت لهم يعني انتوا من بيتنا حتسجنوني طوالي كده؟ فما كان في رد اصلا. والحاجة الاساسية اللي هي يعني كانت فيها الامعان الاساسي للإذلال يعني كده، والتقليل من كرامة الإنسان يعني، مع أن أنا من رغم من هنا في البيت نبهتهم، لأن أنا عندي وضعي خاص،
واذا انتوا ناس حتستصحبوني لازم تراعوا للحاجه دي. انا ما عندي مانع ان انا امشي معاكم، لكن انا عندي ظرف ما بقدر استخدم الحمامات الارضيه. فما كانوا بردوا طبعا لحد ما وصلنا للسجن، وجو المسؤولات من السجن طالعين عشان يستلموني. بعدك دخلوني الحراسة او الزنزانة يعني. برضو كنت مصرة بسأل من الموضوع بتاع الحمام، لانه الحتة اللي هم دخلونا فيها انا اوريدي بعرفها يعني، وعارفة انه مقاعدة ارضية يعني. فما كانوا يعني زي جاوزوا الحاجة يعني بالحاحي، وسؤال من الحاجة قاموا في كرسي بتاع بلاستيك وجابوا لي جردل خطهم لي داخل الزنزانة يعني. الحاجة بتاعت الانعزال الكامل وعدم التواصل خالص مع أي جهة كانت، ولا حتى المسجونات الموجودات في نفس الجسم اللي احنا فيه واللي احنا مفصولين منهم في برندة منفصلة بباب بتاع حديد يعني. اللي هو الجسم ده احنا لما كنا فيه في 2012 هو كان خاص كله تابع لجهاز الامن، فشكله بعد الثورة تبع للسجن، لكن هو يعني تبعية صورية يعني. لانه يعني انا لما قاعدة في المعتقل ما كنت بتعامل كبقية المسجونات مثلا بناء على القانون بتاع السجون يعني. فانا كنت يعني بتعامل من ضبطات السجن كأنه يعني معتقل للامن يعني. أنا كنت قاعدة براي في عزل انفرادي لمدة 3 أيام. في اليوم الرابع جابوا معتقلة تانية اسمها إيمان مرغني، ولا تزال هي في المعتقل. لكن أنا دار أقدم يعني صوت بتاع تقدير عالي جدا واحترام كبير خالص لكل المسجونات في العنبر. وأنا أقول لهم إن أنا يعني ما حانسى جميلكم في تهوينكم ليلة الفترة اللي فاتت اللي أنا كنت فيها في الاعتقال، وحقيقة أنا مستصحبة قضاياكم وألمكم، وجيتكم قاعد في جسمي يعني ما قادرة أتخلص منه. الناس دي المقيدين 24 ساعة يعني، ودي حاجة فوق التصور الإنساني يعني. يعني في وحدات مقيدات لهم 10 سنين يعني، حتى شكل جسمهم ذاته تحور بالفكرة بتاعت القيد يعني والحاجة. وقدر ما زول يكون شايف انه هو وجعه اكبر بيكتشف انه هو زول يعني. في السودان في نساء بيقهروا اكتر منك. فالمهم انه القضايا بتاعت قهر النساء في السجون ده مفروض تكون من ضمن القضايا بتاعت الاحزاب السياسية ولجان المقاومة والمنظمات النسوية، لا تغل عن النساء في المعسكرات، معسكرات اللجوء، معسكرات النزوح يعني. يعني في زول اسمع حجتهم دي ممكن يكون عمرها 94 سنة، يعني ما قادرة تمشي اصلا، مقيدة. طيلة ال 15 يوم ما تم سؤالي ولا التحقيق معاي ولا الجهة اللي اصلا جابتني للسجن دي خالص قالت انها هي منو او جايباني ليه نهائي يعني. يعني حتى في اللحظات بتاعت اطلاق الصراح انا مع الضابط المناوبة اللي كان بتسأل قلت لها انا عايزة صورة من الحكومة اللي انتو سجنتوني بيهو. فقامت قلت لي الحاجة دي تطلبيها من الجهة جابتك، نحن دي حاجة بتاعت خاصة بسجلات السجون ما من حقنا نسلمها لزول. فقمت سألتها عن الجهة جابتني شنو، قامت قلت لي جهاز الامن والمخابرات. يعني دي المرة الوحيدة اللي انا سمعت انه الحاجة دي. حتى هسي بعد اطلاق الصراح انا عرفت بعد ذاك انه جهاز الامن لما الناس البيت وصلوا وقال لهم انه انا ما معاهم، وحتى لما المحامي سويس كمال الجزولي خاطبهم بشكل رسمي برضو ردوا بشكل رسمي انه انا ما مع جهاز الامن والمخابرات. يعني حتى سالت الرجل الضابط بتاع الشرطه عن انه هم طب الجهه جابتني دي ليه تاخرت ال 15 يوم وانا مختطفه من البيت، انا لي 15 يوم برا البيت وما سالتوني انه هم منو جابوني من وين وكانوا ماسكني وين. قال لي ما بخصنا، احنا بخصنا بس البلاغ، فبنحقق معاك في البلاغ، ديك ما حاجة عندنا لها شيء يعني. يعني لزمن يعني يعني لما يعني كنت حاسة باستفزاز في نزول يعني اعتقلك واخدتك وما يسأل فيك يعني. لكن هو عموما ممكن تكون مسج أساسية طبعا لتظبيط الحراك النسوي، فهي دي مسج أساسية للتخويف، لتخويف الأسر، لتخويف النساء في روحهم وخلوني انهم يرجع لخط يعني. مع يعني انا كنت بحس ان هو
انك انت لو دخلتي في الموضوع بتاع السياسه ده ما في مراعاه يعني لظرفك انك انت معاقه ماشيه بعصايات ما ماشيه بعصايات مشلوله يعني في اي ظرف نحن هنتعامل معاكم بكل العنف المتوفر اللي هو عنف السلطه يعني تجاه المراه. لكن انا بقول لهم انه على قول الشباب ويني الموضوع ده ما حيعمل حاجه يعني بالعكس قدر ما يزيدنا صمود وقدر ما يزيدنا قوه يعني